بس بس امرني استاذ عادل. يا حته ايه ما شاء الله عندكم النهارده زحمه جامده يعني. بسم الله ما شاء الله يا باشا، ربنا كرمنا الحمد لله. طب ما تشوف لنا ترابيزه ولا كرسي ولا حاجه. ما هو ما فيش يا ريس، ما هو لو في كنت جبت لك. يا حته اتصرف اهو، بص كرسي هناك اهو. لا مؤاخذه بس ده كرسي واحد وانتوا اتنين يعني. ما جراش حاجه، هنخمس فيه احنا الاتنين على ما يفضلنا كرسي تاني. ماشي اتفضل يا باشا، صبروا نفسكم بيه بقى لحد ما اظبط لكم ترابيزه. ماشي يا حته تسلم. شكرا يا حته. هتقعد ولا ايه؟ امال ايه يا دول؟ ايه اللي امال ايه؟ لا ما الكرسي ده بتاعي انا، معلم وانا معلمه. لا معلمك ايه؟ ولا دول لا 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 انا حبيت الكرسي، عشان تعرف بس انا اساسا محتاج اقعد عشان رجلي بتوجعني. طب ما انا دول ظهري واجعني من الوقعه دي. يا سلام انت لسه واقعها دلوقتي. بس 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 طب اقعد جنبك، اقعد تعال اقعد هنا اهو حته صغيره كده. ايه صغيره قوي يا دوله دي؟ دي على ناصية يا يالا. مميزه يعني. يا حته ايوه عايزين دومنه لو سمحت. احلى دومنه للاستاذ عادل. اتفضل يا باشا. طيب حلو قوي، بس هنلعب ازاي؟ مفيش ترابيزه؟ لا انا ما صدقت بقى الدومنه فاضيه. استنى يا باشا لما اجمع لك ترابيزه، انت شايف الشغل كتير والدنيا زحمه. الله يكرمك. ماشي دول احنا ممكن على فكره نلعب من غير ترابيزه. هنلعب على الهوا يعني. احلى طقطوقه الاحلى دومنه الاحلى، اتنين قاعدين على كرسي واحد. صباح الفل يا باشا. صباح الفل 100 100. دول احنا من اولها اهو، انا عايز القواشيت السوداء. سوداء ايه يالا؟ دي دومنه يا اهبل كلها بيضه واحنا بنلعب طاوله يا غبي. يا ماشي يلا بقى نلعب. لا 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 هتقلبهم ده، بص كل البتاع قد ايه. تعالى كده. ايوه اللي معاه بس شيل بقى. ماشي ماشي مش اشكال مش اشكال. مش قصدي والله، ما كانش قصدي. مش مشكله ولا هو قصدك يعني. هعمل لك ايه؟ ماشي يا دولا خد انت ايه دول 10 وانا هاخد ايه 4 بس. بس يا دولا يا ابو الكرم يا دولا يا حبيبي دولا. طب ما تاخد واحده دولا. لا لا دي مش عايزاها. ماشي وريني. نزل دي نزل دي دي كويس. نزلها يالا دي. دي كويسة كويسة. نزلها كده. هقوم انا منزل دي كده اهو. ليها 6-2. بص نزل دي بقى. نزل دي. انا بفكر العب بدي. لا 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 نزل دي 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 كده كده. ودي 6 اللي هي 6-6 دي اللي هي بتبقى اغلى حاجة دي. طب ينفع العب دي كده؟ لا ما تلعبش. استنى انا غلبت يا معلم. ايه ده ايه ده دولا ده ايه ده؟ يا سبحان الله ده انت كانك شايف ورقي بالظبط. يا ابني من غير ما اشوف ورقك يا ابني. دي زكاوه، دي طبعا حاجه مش موجوده عندك يعني. يلا اطلب لنا 2 شاي بقى بسرعه. ليه يا دولا؟ ليه انا مالي؟ اطلب لنا 2 شاي وقول بقى. فاكر فاكر يا دولا يا عم انا قاعد على الشارع يا عم. افرض دلوقتي توك توك جه خبطني. يا ريت حاجه تخبطك بس التوك توك ما ياثرش. انت محتاج عربيه نقل بمقطوره. حته 2 شاي بحليب حته. امرنا يا باشا. 2 شاي بحليب. بس مفيش كوبايات فاضيه بقى يا استاذ عادل معلش يعني. تستنوا لما حاجه تفضى ولا اعبي لكم في اكياس؟ اكياس يا عم. واحنا كل ما نطلب حاجه تقول مفيش حاجه فاضيه. مفيش حاجه فاضيه معقوله يعني يا حته؟ طب انا هعمل ايه يا استاذ عادل؟ ما انت شايف بقى القهوه زحمه ولا زبونه. اللي مجنني بقى يا استاذ عادل ان المعلم صاحب القهوه برغم الزحمه دي كلها منزل اعلان عشان ياجر القهوه. ايه ياجر القهوه؟ امال احنا هنشرب فين بعد كده شاي وقهوه وكل اللي احنا عايزين؟ هقول لك يا ريس، الميه السخنه دي كلها لها مواظ فلوس. حته ها 2 شاي بحليب هنا بسرعه. انا ايه؟ حته ها شيشه وحلبه. حاضر. ايه حته حاجه ثانيه؟ كرسيين وترابيزه وطاوله. يا حته حاضر يا حته. ايوه لا كنت بجرب صوتي بس. يا حته بس عادل لم الدومره دي بقى. حاضر بس. دلوقتي يا حته انا جازفت واجرت القهوه دي، وبعدين زي ما انت وعدتني يعني هتاخد بالك منها يعني. انا مش عايز اخسر فيها لو سمحت يعني. حته يا باشا سيبها على الله، وحته دايما تحت امرك. طب وانا دولا بقى يعني ماليش مكان في الحته دي؟ انت لازم تيجي تقعد جنبي واثبتك جنبي، ما اقدرش اسيبك هنا في البازار تضرب السياحه لمصر كلها. استاذ عادل القهوه جاهزه وخزينها موجود والزباين هناك. كده كده ايه كده؟ دي بيعملوا ايه يعني؟ كده يعني كتير. كده كتير؟ امال لو قليل يبقى ازاي؟ قليل. طب لو نص نص؟ انت بتتكلم ليه؟ نص نص بتتكلم ليه؟ ها ها نو 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 جو. دول الزباين دول بتوع يا حته. اللي هنبتدي رخامه بقى رمزي. لا بتوع انا معلش بعد لا إيه؟ انا عارفهم يا عم، وكانوا بيقولوا البازار. يا ابني قالوا حته بلا بازار. بقول لك ايه، هات هات بقى حته. هات بقى ما ترخمش بقى. وريني لا. الشغل يا اخويا. هتوقعهم يا حمار يا حمار هتوقعهم. عجبك كده؟ كده؟
عجبك كده يا رمزي؟ كده تفتح؟ ما هو كل شويه توقع مني. تفتح يا رمزي بقى. ولا 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 في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي انت كسرته ده؟ خد تعالى هنا، خد تعالى هنا. اتكلم يا زفت. هات الحمار. خش يا انا. خش. تعالى. ايه؟ يعني انت ما بيكفكش تكسير في البازار جاي يكسر لي هنا في الاول؟ يعني انت غاوي تخرب بيتي وخلاص؟ مش قصدي يا دولا والله مش قصدي. وبعدين دولت الزباين بتوعي وهو اللي كان واقف. لا بتوع انا يا اخويا، بتوع انا. لا بتوع انا، انا عارف. نزل طلبات على الارض قوي. انا بص بس بس رمزي بس رمزي في ايه يا حته؟ اوعى اوعى اوعى. روح بص استاذ عادل، دلوقتي احنا مش مقسمين الموضوع. الترابيزات اللي هنا بتاعت انا، والترابيزات اللي بعد القطوع بتاعته هو. دولا انا بدلتهم، يبقى بتوعي ولا مش بتوعي؟ لا بتوع انا بقى معلش. ولا 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 يا حتة ترابيزاتي اللي انت عمال تقسم فيها، وهنا هو جوه وهنا هو بره. فين الترابيزات؟ فين الشغل يا عم؟ ده انت قلت لي الشغل هنا في القهوه نار. فين النار؟ بردت ولا ايه؟ استاذ عادل بعد اذنك، يعني كل اللي انا اعرفه ان انزل الكوبايه للزبون قبل ما تبرد، انما يعني سر الصنعه على مؤاخذه يعني مش غلوه ميه، دي لها ستيل انا ما اعرفوش. امال مين اللي يعرفه يا فكيك؟ بس يالا يا رمز مالكش دعوه انت. مين اللي يعرفه يا فكيك؟ المعلم زغلول القص. زغلول القص؟ والمعلم زغلول القص ده بقى ايه؟ نلاقيه على انه شيشه يعني؟ لا يا باشا، المعلم زغلول القص ده استشاري القهاوي الشعبيه، وده الكارت بتاعه معايا اهوت. اوعى هات لي كارت حته بس. اه اتفضل يا باشا. ده الكارت بتاعه. وده بقى نقابله ولا نشربه؟ في منه كشري يلا حته. شكرا يا مان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيكم يا معلمين؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا معلم. اتفضل اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. محسوبك المعلم زغلول القص. معسل يا منور يا معلم. ده المساعد بتاعي. محسوبك المعلم بشاي الكنكه. بشاي وكنكه؟ مش شايف ان في تعارض بين الشاي والقهوه يعني؟ بص بقى يا استاذ عادل، احنا سمعنا ان انت جديد في الكار ده، عشان كده جينا نعرفك بالسيستل بتاعنا. السيستل اللي هو ايه يعني؟ عدم المؤاخذه. خش في الموضوع على طول يا معلم، احنا سابين هوين على النار. اهم حاجه الخدمه والمشاريب. لا بص حضرتك، اتعهد لك ان شاء الله ان الخدمه والمشاريب هتبقى 100 100. لا 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 لا، احنا عايزينها تبقى يعني دون المستوى، مش 100 100. عشان تاخد شهاده عدم الجوده. عدم الجوده ازاي يعني؟ عدم المؤاخذه. اول هام الشاي لازم تخلطه بنشاره خشب. بنشاره خشب. ماشي، نخلطه بنشاره خشب. وايه كمان؟ تاني هام العناب، ده بقى ليه طريقه في غش ومحترمه. في غش ومحترمه؟ انت مش شايف ان الغش عكس الاحترام يعني ولا ايه؟ لا، انت تروح عند العطار تجيب منه لونين، واحد احمر والتاني بني. الاحمر هتحط عليه شويه ميه وسكر، يبقى ايه؟ هيبقى الوان بقى نلون وش الزباين وهم داخلين واحنا في العيد يا معلم. لا، الاحمر على الميه والسكر يبقى كركريه. طب والبني على الميه والسكر يبقى ايه؟ يبقى تمر هندي. ايوه كده. اهو انت كده بقى تاخد شهاده عدم الجوده. بس اهم حاجه الواد اللي بينزل المشاريب يقول للزبون ان الاحمر كركديه والبني تمر هندي. اه طبعا لازم يقول لهم ان الاحمر هو الكركديه والبني هو التمر هندي، عشان حضرتك الاثنين ما لهمش طعم. ولو لخبطنا ده على ده او ده على ده، الاثنين برضو هي هي، بس هو لونهم هو اللي ده. ايه المراجيح اللي انتوا ركبتوها لي ده يا معلمين؟ الخلاصه لما تيجي تنزل المشروب لازم تغشه، يعني تزود عليه ميه ونشاره. بس خلي بالك اهم حاجه في صنعتنا دي هي الامانه. الامانه. الامانه يا اولاد ايه؟ يا اولاد الامانه. عينيا في ثواني وانا جاي. يخرب بيتك. يخرب ياد، ما بدل ما انت بتخرب بيتي حته حته كده، ما تيجي ياد بالمره مثلا سكينه وتموتني وتخلص. لا يا دولا انا اتسكر اتسكر. انت ايه لازم توقع اي حاجه وانت ماشي؟ ما وقعتهاش يا دولا، ما عليهاش مشاريب يا دولا عادي. اه يعني ما عليهاش مشاريب توقع يعني؟ ده صاج مش هيتني. عايز ايه حضرتك دلوقتي يا عم؟ الزباين كلهم عمالين يشتكوا نفس الشكوى بتاعك كل يوم، ان الشاي مش عاجبهم. يعني ايه مش عاجبهم؟ يظهر بقى يالا ان هم اتعودوا على الشاي ابو نشاره يالا. بس لا 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 لا، انا لا يمكن ابدا اسمع الكلام بتاع القص وانزل الناس شاي بنشاره. بص انا هنزل لهم الشاي زي ما هو نضيف فل 100 100 وهم يتعودوا عليه بقى. ايه ده؟ الشاي ده طعمه معفن كده ليه يا رمزي؟ ايه ايه في ايه؟ في ايه يا استاذ ماله؟ الشاي ما زي الفل اهو. في ايه؟ ايه وبتاع ايه؟ انا طول عمري بشرب الشاي في المكان ده، اول مره اشربه بالطعم ده. مش ده الشاي اللي انا متعود عليه هنا. يعني ايه؟ يعني انت بتغش في الشاي ده؟
يعني ايه بغش في الشاي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا بقالي 100 سنه بشرب شاي، واعرف ان الشاي الاصلي لازم يبقى فيه كده حاجات كده على وش الشاي بتعوم كده، حاجات صغيره كده زي النشاره مثلا. نشاره؟ ده انت شكلك ادمنت النشاره. ولا حته باشا باشا. رمزي رمزي الخراب. نورنا يا معلم. بقول لك ايه، هنعمل ايه في حكايه النشاره دي؟ يلا الحل عندك يا معلم. النشاره يظهر ما قداميش غير كده فعلا. خد يلا رمز. خلاص الضرب ما بقاش ينفع معاك. 10 جنيه دي روح اتصرف لي وهات لي بيهم شويه نشاره خشب. عينيا يا دوله. اوعى تسف النشاره وانت جاي. لا عينيا يا دوله. هوا هوا موت الزباين في سكتك اسهل. حته قابل وقعد حته. باشا باشا رمزي. نعم. ترابيزه وكرسيين يلا. عينيا يا حته هوا. انا اسف يا دوله. انا اسف. الله ينور يا معلم. هو ده بقى الصح، هو ده بتاع زمان، ده الشاي المظبوط اللي يعدل الدماغ. تسلم ايدك يا معلم. اي خدمه. يظهر يلا بقى مدمن نشاره خشب، شكل وشه هيفلق من النشاره.